للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكوبيسي. مرحبا بك دكتورة هداب. يعني وكالة رويترز للأنباء تحدثت في تقرير لها عن أن الشركات الإيرانية تهيمن على السوق العراقية. كيف تقيمون قطاع سيطرة الشركات الإيرانية على السوق العراقية؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. هنا يتجلى لنا مفهوم الجيوسياسي، بمعنى أن إيران المتنفذة بالعراق سياسيا وعسكريا تضع يدها وثقلها على اقتصاد العراق، وقد تصل هذه النسبة إلى حوالي 90% في سيطرتها على السوق العراقية وبمختلف أنواع السلع. يعني ما ذكرتموه في تقريركم عن السلع الزراعية، نعم صحيح، ولكن أيضا هنالك مواد أخرى أيضا هي تسيطر عليها، وبالتالي حتى أخرجت كثير من المنافسين الذين كانوا موجودين في يعني متواجدين في صادراتهم في السوق العراقية كالسلع الصينية، استطاعت أن تقصي هؤلاء وبالتالي تسيطر على هذا السوق، لأنه باعتبار هذا هو منفذ اقتصادي، خاصة إذا ما رجعنا إلى وضع السياسي لإيران قبل الاتفاقية النووية وبعد الاتفاقية، كان لابد لها من أن تجد منفذا لها، وكان المنفذ هذا هو العراق. إذا بمجمل العلاقات الدولية وبسيطرتها السياسية والعسكرية استطاعت أن تمتلك مقاليد الحكم على مختلف البضاعة والسلع المنتجة، حتى المستثمرة هناك استثمارات لديها كبيرة، حوالي 80 مشروع أو أكثر تسيطر عليه، سواء كانت هذه المشاريع مملوكة للدولة أو القطاع المختلط فهي تشارك أيضا به. بلا شك أن لهذه الحركة يعني هيمنة على تداول السلع في العراق. من وجهة نظرك إلى أي مدى ظهرت تلك الهيمنة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي للموازنة العامة؟ قد نجدها بشكل واضح، يعني حتى أنه نستطيع أن نربطها بالشكل التالي، هو العلاقة المنفذ التجاري الموجود ما بين العراق وإيران، واعتبار كاعتبار العراق كسوق تجارية، نجد أن النمو الاقتصادي تحقق في إيران بنسبة حوالي 4.5% في هذه السنوات الأخيرة، وهذه النسبة هي كبيرة جدا. أما من حيث هيكلية الصادرات الإيرانية فقد بلغت، وهذا تأثيرها واضح جدا في الموازنة العراقية، بلغت حوالي 12 مليار دولار إلى 13 مليار دولار في عام 2015، ومن المؤمل أن تصل إلى 20 أو 25 مليار، لأنه لا ننسى أننا مررنا في فترة سابقة، هذه السنوات السابقة للقضاء على الإرهاب وداعش إلى آخره، ولكن هي الرقم المحدد ما بين 20 إلى 25 مليار دولار في سيطرتها على السوق الاقتصادية. طيب في المقابل، هل من إجراءات وقائية اتخذتها الحكومة في بغداد أمام هذا النزيف؟ في الحقيقة إلى حد الآن لم تتخذ أي إجراء، وأيضا هنالك إجراء آخر مهم يجب أن تنتبه إليه السياسات الحكومية في المتخذة من قبل العراق، حيث أن أغلب السلع التي تصل في بعض الأحيان هي سلع غير صالحة للاستهلاك البشري، وبالتالي دخول مواد فاسدة. فهنا السؤال، أين التقييد والسيطرة النوعية المسؤولة عن المواد التي تدخل من المنافذ الحدودية؟ وبالتالي هذا أدى إلى حدوث اضطرابات كثيرة في الاقتصاد العراقي، وإلى حد الآن الحكومة العراقية لم تضع حدا إلى السياسات الاقتصادية الإيرانية، ولا زالت هي حتى في المعرض بغداد الأخير كانت لديها مشاركات وتنفذت بمشاريع كثيرة، وبالتالي فإنها لم يضع لها حدا إلى يومنا هذا. شكرا جزيلا لك دكتورة هداب فالح الكوبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية.